بأولى فقراتنا رح نبلش موضوعنا معكم عن الغيرة، يلي هو شعور كتير طبيعي عند الإنسان، وهي الغيرة إما بتكون بطريقة إيجابية بتحفز الشخص لحتى ينجز بطريقة سلبية وبتخليه شخص مكروه بين الناس وغير مقبول بيناتهم، وممكن فعلا تعطيه دافع حقيقي لحتى يكون إنسان طبيعي ويبلش من جديد. بتغاري؟ طبعا بغار، ولكن الغيرة الإيجابية اللي بترفع مني. برافو. وأحيانا أنا بجاوب عن حالي بغار الغيرة السلبية، فأنا بني آدم، أنا إنسان بشري، ولكن هون بيجي الوعي قديش أنت ممكن تسيطر على هالغيرة السلبية وتقدر تحولها لغيرة إيجابية. هالغيرة ممكن تسبب مشاكل وحتى نبذ بالعلاقات الاجتماعية، وممكن تتطور لتترافق مع أعراض نفسية أكثر خطورة. لنعرف أكثر عن الغيرة المرضية وشو برفقها من أعراض لعقد النقص، هي بين هلالين، صارت معنا بالاستوديو المتخصصة بعلم النفس الأستاذة غالية سعيد. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي فعلا عن الغيرة. الغيرة هي بحس أنه شيء كتير حلو يكون موجود عند أي إنسان، ولكن الغيرة ضمن المعقول، ضمن الشيء الطبيعي اللي فعلا بيصنع من الإنسان شيء صحيح. مو غيرة، مو عقد نقص، مو أمراض، مو دود، مو كيد، مو حسد. طلعت معي واحد مو يخلي الواحد يتاكل من جوا، لا، يخلي في عندي دافع لحتى أنا اثبت نفسي بين الناس. خبرينا عن الغيرة المرضية شو هي. صراحة انت عطيتيها احساس ومشاعر اكثر من اي تعريف من يطلع. يعني بتحسيه هيك انه يعني مارق معها هيك النموذج، فانت عطيتيها احساس كتير حلو. سيدتي، على حسب الكلام اللي انت اضفتيه رح اضيف لك انا بس معلومة تانية. تعريف الغيرة كاحساس هو عبارة عن خليط متجانس او غير متجانس، فيك تقولي لو مع بعضهم سوا، من المشاعر، يعني غضب، حقد، كره، عدم الحب للآخرين، إحساس بالدونية للطرف الآخر إنه ليش فلان عنده هيك أنا ما عندي هيك. دائما النظرة بالتدني وبعدم الرضا للطرف الآخر، إحساس إنه ليش هذا عم يعمل هيك، ودائما في عنده كوكبة من التساؤلات حول الطرف الآخر، ليش فلان عامل هيك، كيف نجح، كيف وصل، كيف عم يأكل، كيف عم يتحرك، ليش عم بيساوي هيك. حتى بالإيماءات تبع الوجه بلغة الجسد تخيلي إنه بتتفاعل معها بشكل كتير كبير، يعني حتى لغة جسد الغيور تفضحه، نظرة عينه، حركات وجهه بشكل مو طبيعي. فهي مزيج مختلط من المشاعر الغير راضية والغير جيدة، اللي حتى كمان قد ما الشخص الغيور حاول يخفيها لغة جسده وعيونه بتفضحه، نبرات صوته بتفضحه، حديثه إليك بكلمة مرحبا وهي النظرة اللي بياخدك فيها من تحت لفوق، أو الردات الأفعال، فأنت دغري بيصلك إحساس أنه هذا الشخص بغار. حكيتوا عن نقطة كتير حلوة، الغيرة الإيجابية أو الغيرة المرضية. الإيجابية حالة طبيعية لازم تكون فينا لحتى تحفز عندك عمل النجاح والهدف والسعي. بس بنحكي عن المرضية اللي بتأذي صاحبها وبتأذي الناس الآخرين، ويلي بتولد مثل ما قلت بين قوسين كرب النقص، يلي بتطلع فيما بعد بفجوات نفسية، بردات نفسية، بمشاكل مؤذية للشخص الغيور، للأشخاص المحيطين فيه. تماما. كنت عم بقرأ دراسات مبارح عن هالموضوع، خاصة بعلم النفس وعلم السلوك الاجتماعي. في دراسة لفتتني إنه مو شرط اللي بيغار عنده عقد نقص. تماما. يعني أنا ملاحظة كمان إنه ممكن بالجامعة يكون الزميلة اللي بتغار من زميلتها ما عنده شيء ناقص، يعني إذا دورنا شو في ببيتهم، صح. لا، هن وضعهم الأسري جيد. تماما. شو في بعلاماتها، لا هي ناجحة بكل موادها، 100%. خاطبة، هي كرمال نكمل على موضوع البنات، ما لا قاعدة إنه مثلا بدون علاقة عاطفية. تماما. ومع ذلك بيغاروا من الناس الآخرين. تماما. شو اللي بيكون صاير بتكوينتهم النفسية والاجتماعية حتى وصلوا لمرحلة إنه ما عم يكتفوا وعم يغاروا؟ قديش حلو هذا السؤال. انا هي الاسئله اللي بحب، لانه احنا اكيد متعايشين منها. هلا انتم كاشخاص معروفين بتشتغلوا بالوسط الاجتماعي، شايفين هي النماذج ولا لا؟ جدا. ويمكن تقولوا انه الطرف الاخر عنده افضل مني من كافه الجوانب، ولكن بتسالوا حالكم انه طب هذا ليه عم يعاملني بهي الطريقه. الفكره يا صديقي هي بتكون اثناء تكوين الشخصيه. يعني هدول بيتربوا على فكره كل شيء إلي أو كل شيء أنا بملكه أنت ما لازم تملكه. حتى أحياناً بيغاروا منك من هداوة بالك. تخيلي أنه أنت ليش مثلاً متصالحة مع نفسك؟ ليش أنت وصلان لمرحلة أنه عندك نوعاً ما سلام داخلي؟ ليش أنت متقبل أحياناً الأشياء اللي ممكن تكون عندك فيها نقص فأنت متقبلها؟ تخيل لما يلوم الموضوع هذا، فهو بيكون أثناء تشكل الشخصية. أثناء لما بيكونوا بمرحلة بيكونوا بالأسرة، فالأم والأب بيكونوا عاطينهم أنه أنت كل شيء لإلك،
ما في حدا أفضل منك. الأفضل. أنت الأفضل ولا حدا غيرك. يعني أنت مادياً أفضل، أنت اجتماعياً، أنت ابن فلان هيركز لي عليها صح. كتير. فأنت لازم تكون التوب يلي ما حدا بيطلع عنك أبداً، يلي ما حدا لازم يقرب عنك. وإذا ما لقيت شيء إنك تغار منه فغار من نسبك. تخيل لهم هالفكرة إنه أنت ابن فلان أو عفواً منك، أنت ابن مدينة مالك ابن ريف. تماماً. حتى بهاي القصة ابن عاصمة مالك ابن محافظة. 100% صح. في موجودة. تمام. فبتلاقي إنه أنت ظاهرياً عندهم كل شيء من أي النواحي، مادياً وعلمياً واجتماعياً وهكذا، ولكن النقص بالشخصية من جوا. انه يمكن تكون لابس انت كنزك كتير عادية بس هي كتير حلوة طالعة عليك. بس ليش انا ما تطلع حلوة علي؟ فالتكوين بالشخصية اساسا لما بيكونوا اطفال بيعطى لهم كل شيء، بتتغذى الانا تبعهم بشكل كتير كبير، وبيطلعوا بعدم احترام خصوصية الاخرين وحتى النظر والغص. يعني بالكلمة العامية انه من اللي عندك انت، مع انه انا يمكن يكون عندي اكتر منه بس ما بتمناك تكون مبسوط بهذا الموضوع. هاي المرضية، هاي المرضية انه انا عندي احسن منه بس انت صحيح مثلا حطت هاي الشيء اللي بايدك، يمكن انا عندي احسن منه بس ليش طالع حلو على ايدك؟ بس لازم تكون ادنى. ايه ليش طالع حلو على ايدك؟ ما لازم يطلع حلو على ايدك. فانا ببعث لك الاشارات المؤذيه والاحساسات الضاره. هي الاشارات اللي ممكن عم توصلنا فعلا عم تزعجنا نحن كاشخاص. انت بتملك كل شيء وانا بجوز عندي جزء بسيط، ولكن هذا الجزء البسيط انا كثير مبسوطه فيه. تماماً. وكثير بيعني لي برغم من الاجزاء الكبيره اللي انت بتملكها. الغيرة فينا نعتبرها مرض خلاص انه صعب نتخلص منها، ولا لا حالة عابرة، تربية اجتماعية، محيط سيء، خطأ، ما كان في تربية صح لحتى خلتنا ننشأ هيك؟ تماما يا عزيزتي. هلا لما بتكون الغيرة ضمن حدود، يعني انتو لما بتبدي فيها بتشعري انه مثلا انا حدا بغار، بس بعد فترة لقيت انه لا يعني خلاص، يعني برجع انا بتراجع عن هذا الموضوع، ممكن احنا نصنفها حاله طبيعيه. واحنا قلنا انك ممكن تكون ايجابيه لتكون دافع غار من نجاحك لحتى تصير مثلك، غار مثلا من اناقتك لحتى البس او ظبط، هي لا باس فيها. لكن لما انا بشعر ان قلبت مرضيه، لما ببلش بتعكس حتى انا على شخصيتي، يعني بالعامي بيقولوا بصير في تاكل بالنفس، بتحسوا بيقولك بياكل بحاله يعني اكيد، يعني ما عاد يطلع لبرا، فبصير انا باكل بحالي بجسمه بعد على جلده يفتح بجسمه تماما. فبتصيري حتى بعد شوي بتلاقي على نفسيته، بتصيري يعني بصير بيغلط اجتماعيا، بتدنى ثقته بنفسه بشكل كتير كبير، بطل يركز على الشغلات اللي عنده، صار يركز على الاشياء اللي عند الاخرين، صار يتضايق من كلمه اذا حدا قال له انه فلان افضل او فلان احسن، بيتدهور بعدين لينزل بمشاعر الاكتئاب، بعدين بيتدهور للتدني بالثقه بالنفس، بعدين بينزل لمرحله التحقير للذات، اصلا ما بقى يحترم ذاته، صار بيترك كل الشغلات اللي عنده الحلوه وبالتالي بتضمر بيركز عليها، بروح بيتوجه فلان عمل فلان سوى ليش هيك عم يساوي. والاحلى من هاد كلياته بيحاول يشوه نجاحهم اكثر. يعني انت عملتي نجاح وانا عندي غيره مرضيه، بستخف بهذا النجاح. ممكن تكوني عامله انك عامله شهاده كبيره او قرات 3 كتب مثلا باسبوع، بقول لك ايش هو يعني مالك عامله شيء كثير عادي، انا بزمناتي عملت مثل هذا الشيء، اطول بيسقطوا على انفسهم. تمام. فبعد فتره بيتحول لحاله مرضيه، يعني هي بتكون عم تبس لغيرها مشاعر بشعه، هي مو مبارزه. تمام، مو مبارزه القصه، بعد شوي بيرجع بيتلقاها، يعني نوعا ما فيك تقول بيشتغل عندهم مبدا الكارما حتى. تمام، يعني بتصير الغيرة بترجع لحالهم بشكل كتير مرضي. طيب. والناس بتبلش بتحس فيهم وبتبعد عنهم. طيب هدول الغيورين موجودين، ونحنا برجع بأكد ما لنا بمعزل عنهم، بقول نحنا بشر من غار 100%. يعني ممكن نغار من أبسط الشغلات اللي ممكن نشوفها بإيدين الآخرين. تماما. أو من الأمور اللي موجودة لا مادية حتى كمان. أكيد. إن كان سمعة، إن كان شهرة، إن كان. طيب كيف بدي أضبط الغيرة؟ بداية الغيور بينتبه على حاله انه انا فعلا غيور؟ اكيد. وكيف بده يبلش يعالج السيرة؟ اكيد نحن بننتبه على حالنا لما منغار، يعني لما منشوف شيء مثلا على موقع، قصة، شغلة، نجاح عمله، فبيجيك هذا الاحساس من جوا هيك انه بتهدى شوي وتقول يلا نياله غيرت. تمام، غيرت انا انه يا ريت عندي مثله. عليت دقات قلبك، ممكن هيك تكركبت، بيقولوا لك كنيت شوي، او بيقولوا لك ليش هيك كنيت لما شفت فلان مثلا؟ لا والله، نحن اكثر شيء من كل لما بنخطب يعني ممكن نتضايق. هذا هي الانفعال صعب من خطبتي. خطبتي تجوزتي انه كيف وانت وشلون؟ ان شاء الله الف مبروك. الله يخليك يا رب. والانعزال بلش. تماما، فهي اكثر شيء نحن بنبلش يعني كسيدات للاسف انه منغار منها، فبيجيك هذا الاحساس. متصالح مع حالك، عندك حالة الرضا، ما بيتجاوز يومين ثلاثة كم يوم خلص. بيرجع خلص حالة طبيعية انه اي والله فلان صار عنده كذا، فرحت له، يعني بتعبر انك فرحت له. اما لما بدك تشعر انه لا زادت الايام، عم تتضايق من حالك، صار عندك احساسات بشعة عن حالك، صرت تكره هذا الشخص،
يعني انت فجأة لانه عامل نجاح صرت تكرهه، ما أزاك، ما عمل لي شيء بس عمل نجاح، ناجح ما بقدر اشوفه خلص كافي. انا متضايق منه وبلش بطلع وصولي انتهازي صياد فرص ابصر هذا كيف وصل لفوق. قدم تنازلات، تمام، قدم التنازلات، قدمت انا اللي بعرف هذا كيف وصل، انت شو بتعرفوا عنه اساسا؟ لولا فلان مدعومة، ما وصل لفلان. فبلش انا بطلع مبررات، بعطيه مبررات وبيقولوا لي انه ليش بتكره فلان؟ انا ما بكرهه، ما في بيني وبينه شيء، بس ما بحبه، يعني بحسه هيك يعني عم بعطي رأي، عم يتفشور بيقولوا لك من عالي انه هو يعني ابدا. بس انت بتشعر حالك بلشت تكرهه بدون سبب، خلص عم تتغاضى، هون قلب الموضوع عندي لحاله غيره. شو اعمل؟ كيف بدي اسيطر على هالشعور وكيف بدي اعالجه؟ بقيان معنا دقيقه، كيف بدي اعالجه؟ اول شيء بدي اتصالح انا وذاتي، فلان انا غيرت منه، ليش غيرت منه؟ لانه عمل كذا وكذا، طب انا بقدر اعمل كذا بالوعي وكذا. يعني بالوعي. نقطة ثانية اني انا اقدر ذاتي اكثر، كل ما قدرت ذاتك اكثر هو اكيد تعب لوصل لهون، معناته انا بقدر اني اتعب لوصل لهون. النقطة الثالثة حب لغيري مثل ما بحب لحالي، لانه حتى يتفعل عندي مبدا الكارما، كل شيء بتمنى لك يا بخير رح ينرد لي بطريقة اخرى. انا بسني على نجاحك بس مو بسألك كيف وصلت لهون، ومن باب الغيرة بتعايش هدول من الامور كلياتهم مشان ما اوصل لكرب النقص والعقد المرضية وحالة التدني عن الذات، لانه اخر شيء الغيور رح يصير ببقعة مطفئة تماماً عنه الضوء ورح ياكل بحاله، يعني هو اللي حيروح بأمراض مرضية، الناس حتبعد عنه وتخاف منه. فالتقبل والتعايش والمحبة ومبدأ الكارما خلينا نحطه كتير أساسي، كما تدين تدان فيه فعلا. تماماً، وهيك فعلاً بنكون أشخاص يعني بعيدين عن الغيرة المرضية، وما نخلونا نوصل لمرحلة وقت نكون الغيرة المرضية خلص تفشت بأنحاء الجسم، نوصل لمرحلة العالم تقلنا أنه الله لا يشفيكم، لأنه فعلاً ما عاد في شيء يشفينا. 100% صح، لأنه نحن كأشخاص لازم نكون طبيعيين ونغار ونكون فرحانين، مثل ما قلتي لينرد هذا الفرح لنا. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودك معنا، وعلى طول بننبسط بس تكوني موجودة، حديثك لا يمل منه. شكرا. أهلا وسهلا فيك. كلك زو.